بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نشرح شيت 3. وشيت 3 ملي بيتكلم عن الفانكشن اوبتمايزيشن، وجنرالي في 3 فانكشن اوبتمايزيشنز المفروض اتاخدت في المحاضرة، بس احنا في النهاردة هنتكلم عن الشيت، هنتكلم عن الميثود الأولانية في الفانكشن اوبتمايزيشن اللي هي الكي ماب. فهنركز على الأسئلة اللي هي بتحل مسائل على الكي ماب بس. في نهاية الفيديو ده المفروض هنكون حلينا بعض الأسئلة من السؤال الأولاني. السؤال الأولاني بارت A وبارت C و H و M و Q و F دبل F، وبرضو السؤال الثالث بوينت B و T و W. ده في نهاية الشرح ده، والمفروض الطالب في نهاية الفيديو ده يبقى عارف ازاي في الآخر يعمل function optimization باستخدام الكي ماب، ويقدر يهندل كل البوسيبل كيسز من البوليان function. يعني البوليان function بتاعتي ممكن تبقى جاية لي in terms of the min term أو الماكس term أو الالجبريك فورم، وأنا في الآخر بستخدم الكي ماب عشان خاطر أجيب ال simple representation. دي بس مراجعة بسيطة. البوليان فانكشن كان بي اكسبريس يوزنج ديفرنت ميثودز، الالجبريك فورم والترو ستيبل واللوجيك سيركت او الاس او بي والبي او اس. طبعا الاس او بي اللي هي سام اوف برودكتس او السام اوف مين تيرمز، والبي او اس السام اوف البرودكت اوف سامز او البرودكت اوف ماكس تيرمز. لما بنيجي نعمل اكسبريس البوليان فانكشن باستخدام الاس او بي او البي او اس، بيطلع لي في الاخر البرزنتيشن ليها نمبر اوف ليترز، ولنفرض 8 10 وات ايفر. الرقم اللي هيطلع لي ده النمبر اوف ليترز ده، يعني لو قدرت اوصل يعني للبرزنتيشن ايكوال للبرزنتيشن ده بس ويز مينيمم نمبر اوف ليترز، بيكون احسن. ده بيقلل لي الكوست وبيخليني في الاخر اقدر ارسم الفانكشن بشكل ابسط. Generally there are three common methods to produce more similar representation of a boolean function: الكي ماب والتابلر ميثود والنان او النور ميثود. يبقى البوليان فانكشن انا بعملها representation بالاس او بي والبي او اس، والريزلت representation بتاع الاس او بي والبي او اس بتكون عباره عن سيت اوف ليترز. السيت اوف ليترز دي كتير، بنحاول ان احنا ندور على طريقه نقلل فيها النمبر اوف ليترز دي عشان نقلل الكوست، وان انا اقدر اشوف الفانكشن بشكل ابسط. الميثودز المشهوره عشان خاطر تعمل التاسك دي كان الكي ماب والتابلر ميثود والنان والنور ميثود. هنتكلم بس عن الكي ماب. الكي ماب دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان هي جريد ريبريزنتيشن اوف التروث تيبل. يعني بيبقى عندي التروث تيبل بحوله لجريد، الجريد ستراكشر بشكل معين، بحيث كل سكوير في الجريد ريبريزنت 1 مين تيرم او 1 ماكس تيرم. بالنسبة للتروث تيبل، طبعا التروث تيبل بتاعي ممكن يتكون من 2 variables وممكن 3 variables او اكتر. فلو فرضنا السمبلست كيس، لو انا عندي 2 فاريبلز وكان شكل الفانكشن بتاعتي عباره عن كده اللي هي صفر وثلاث وحايد. طبعا الوحايد بتريبريزنت المين تيرم والزيرو بتريبريزنت الماكس تيرم. فانا عايز احول التروث تيبل ده لشكل الجريد بتاع الكي ماب. اللي بيحصل بحط 2 فاريبلز عندي، فاريبل بتريبريزنت الروز وفاريبل بتريبريزنت الكولونز. ال A وال B، ال A هي بالترتيب، ال A هي الروز وال B هي الكولومز. وهنا في الروز بحط كل البوسيبل فاليوز اللي A ممكن تاخدها اللي هي ال 0 وال 1، وهنا برضه بحط كل البوسيبل فاليوز اللي B ممكن تاخدها اللي هي ال 0 وال 1. وببدأ أشوف لما كان ال B ال A ب 0 وال B ب 0 كانت الفانكشن القيمة بتاعتها إيه؟ كانت القيمة بتاعتها 0، ولما كانت ال A ب 0 وال B ب 1 كانت الفانكشن القيمة بتاعتها إيه؟ وهكذا. لما الـ A كانت بـ 1 والفانكشن كانت بـ 0 كانت القيمة بتاعت الفانكشن كانت بـ 1، وبرضه لما كانت الـ A بـ 1 والـ B بـ 1 كانت الفانكشن قيمتها بـ 1. تمام؟ فدي شكل الـ representation. طبعاً لما بنيجي نـ represent الـ truth table باستخدام 3 variables،
بيكون شكل الجريد مختلف شوي. ازاي لو انا عندي ثلاثة variables A و B و C، طبعا دي function ليها output معين او ليها قيم معينة عند سيل معينة بواحد وعند سيلز تانية بزيرو. بريبريزنت الترو ستيبل ده على هيئة الجريد ازاي بتاع الكيماب، بحط اللتر الاولاني على اساس ان هو الرو، والتو لترز التانيين اللي هو البي سي عشان اساس ان هو ريبريزنت الكولمز، والايه بحط لها كل القيم البوسيبل اللي ممكن تشيلها زي الزيرو والوان، والبي سي بحط لها طبعا كل البوسيبل فاليوز اللي هي ممكن تشيلها زي الزيرو زيرو والزيرو وان والوان وان والوان زيرو. ده في ده مؤقتا يعني. بس الجريد ستراكشر لازم يبقى ليها فورم معين او ليها شكل معين، وهي ان انا لو جيت ركزت هلاقي ان انا لما جيت ابني تروس تيبل لقيت ان انا القيم البي سي كانت 0 0 0 1 1 0 1 1، ف 0 0 دي موجوده، 0 1 برضو موجوده، لكن 1 0 ظهرت هنا في التروس تيبل الاول لكن ظهرت في نهايه الجريد، ما ظهرتش بعد 0 1، ظهرت بعد ال 1 1، وبعد كده ال 1 1 هنا ظهر الاخر، هو هنا ظهر اللي في الاخر كان ال 1 0، ده معناه ان التو سيلز دول سوابت مع بعض. طبعا احنا كان ممكن الجريد تمشي بالشكل الطبيعي عادي للفاليوز بتاع البي سي، ولكن فكره الجريد ان هي لازم يبقى في رول اسمها الادجسنسي رول to be applied في الجريد دي، بمعنى ان لازم يكون السكوير ده بكل البيتس بتاعته بتختلف only one bit عن السكوير اللي جنبه. يعني السكوير ده كان الفاليوز بتاعته 0 0 0 0 0 0، طب السكوير ده كان 0 0 1 اختلفت في بيت واحد، طب السكوير ده طبعا كان 0 0 1 وده 0 1 1 اختلفوا في ايه؟ 0 1 1 وده 0 سوري ده 0 0 1 وده 0 1 1 كده اختلفوا في 1 بت. البت الاولانيه كانت ثابته لكن هنا كان 0 1 ده كان 1 1 فالبت فهم اختلفوا في 1 بت. وكذلك طبعا لو بصينا على البت السكوير ده هنلاقي ان القيمه بتاعته 0 1 1 لكن ده 0 1 0 فالاختلاف ما بينهم ايه؟ 1 بت. وبكده تكون دي شكل الجريد ستراكشر في الكي ماب اللي انا بعيد شكل التروث تيبل عشان خاطر يبقى شبه الكي ماب. لازم اسبيسيفاي الادجسنسي رول بين السكويرز في الجريد ماب الجريد ستراكشر، ودي حاجة المفروض ان احنا نعرفها، بس مش المفروض ان انا في كل مثال هبدأ ان انا اعيدها. احنا حاجة بنعرفها خلاص، بيجي لي دايما بعد كده لما بيجي لي ثلاثة variables بحط 0 0 0 1 1 1 1 0، يعني هي معلومة بنعرفها ان ال K map لازم يبقى فيه ال adjacency rule، وبالتالي بحط ال bits بالشكل ده. طبعا لما اجي احط الفاليوز افيل الفاليوز اللي في التيبل اللي هي بتبريزنت المين تيرمز او الماكس تيرمز او الزيروز والوانز بتاع الفانكشن، بحط في الاعتبار يعني الحاجه اللي انا عملتها دي. فطبعا كانت اول اليمنت اللي هو 3 زيروز كان 0، فطبعا ده 3 زيروز كان 0، 0 0 1 هيبقى 1، ده 0 1 0 كان 1، ف 0 1 0 هو اللي 1 لكن ده هيبقى 0 لان 0 1 0 ب 0. تمام، فناخد بالنا ان احنا لما بنيجي نفل بنحط الاولاني والتاني والتالت وبعد كده سوري 0 1 3 2، ما بنحطش 0 بنفس الترتيب ده 0 1 2 3، لا 0 1 3 2 عشان الادجستنسي رول. فده كانت شكل الجريد في 2 variables وشكل الجريد بتاع الكيماب في 3 variables. طبعا نفس الحركة ده تعمل لو أنا عندي 4 variables. تاني ال positions of the min terms وال max terms في الجريد.
لان لو عندي two variables هيبقى الجريد مترتبة كده 0 1 2 3. لو انا عندي اربعة values للفانكشن فحط القيمة الاولانية هنا والتانية هنا والتالتة هنا والرابعة هنا، لان عادي 0 0 0 1 اختلاف في بيت واحد. ودي طبعا لسه احنا شرحنا اللي هي الاي بي سي، هيبقى قيم الفانكشنز، مش قيم الفانكشن اللي تو بي فيلد في الجريد دي، هتبقى 0 1 3 2 4 5 7 6 تمام، اللي هي 0 1 3 2 و4 5 7 6. يعني دايما هيبقى فيه في السيل اللي قبل الاخيره هيبقى فيه ايه سواب. طبعا دي نفس الكيس في حاله الاربعه variables A B C D. لو عملنا لها تريسنج بالتفصيل هنلاقي ان شكل الجريد او لازم يكون بالمنظر ده، اللي هو 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 10 11، وهنا هيبقى 12 13 14 15 تمام. طبعا الجريد بتاع الخمسه variables دي كانها سبيشال كيس من الاربعه variables باختلاف ال variable الاولاني بس، يعني هو typical هنا بس الاختلاف ان الـ ان الـ A او ال variable الاولاني كان قيمته هنا صفر، لكن كانت قيمته في الجريد الثانيه كانت 1. لو هنركز، لو عايزين نعمل filling لل function هيبقى نفس اللي احنا عملناه هنا، بس لما بنيجي نخش على الجريد الثانيه اللي هي فيها الـ A بقت بواحد، بنبدأ بعد ال 15 اللي هو 16 17 18 19 20 21 22 23 وهكذا تمام. عشان نحل المسائل بتاع ان انا يبقى عندي بوليان فانكشن وابدا احول الترو ستيبل بتاعها ل كي ماب، الانبوت بتاعي ممكن يبقى جاي لي بكذا طريقه، ممكن يبقى اصلا جاي لي الترو ستيبل وابدا افل بالجريد بتاعتي، واصلا ممكن يبقى جاي لي الالجبريك فورم، ممكن يبقى جاي لي المين تيرمز بس، ممكن يبقى جاي لي الماكس تيرم، يعني باقي لي الاف اوف اي وبي وسي عباره عن التيرمز دي، انا يعني كده جاي لي على هيئه الجبريك فورم. طبعا الالجبريك فورم كانها اس او بي، او يجي لي على هيئه مين تيرم يقول لي السمشن اوف المين تيرمز اللي هي 0 1 و7، ما يديهاش بالتفصيل كده، وممكن يقول لي البرودكت اوف الماكس تيرمز. فالانبوت بوليان فانكشن بتاعتي ممكن يبقى لها اكتر من شكل. فازاي بفل الجريد جيفن ان انا عندي القيم دي؟ طبعا دي هنعرفها بالامثله، بس هي واضحه. يعني لو انا عندي مين تيرمز فانا بحط بحط الانديسيز اللي هي 0 1 7 بحطها بوحيد، والماكس تيرمز لو الفانكشن جالي ان تيرمز في ماكس تيرمز بحط الانديسيز اللي هي 2 و3 و4 و7 دي كلها بحطها بصفار، ولو انا حطيت الانسيس دي بصفار يبقى التنين بوحيد، ولو حطيت الحاجات دي بوحيد يبقى اللي باقي من السبعه دول هيبقى اصفار وهكذا. طبعا ده هنشرحها بالتفصيل في الامثله بعد كده. الكي ماب بتاعتي ممكن يقول لي اعمل لي ريبريزنتيشن للكي ماب او اعمل لي ريبريزنتيشن للفانكشن دي بالكي ماب، بس ان ترمز اوف المين تيرم. يعني انا عندي دلوقتي الجريد اتملت اصفار وحايد، اشتغل على الاصفار ولا اشتغل على الوحايد؟ هو ساعات بيسال لي ان انا اشتغل على الاصفار بس او اشتغل على الوحايد بس، فدي نوعين من الاوتبوت اللي هو كان بي برودوسد بالكيماب، ان انا اشتغل على الوحايد بس او اشتغل على الاصفار بس تمام. لو اشتغلت على الوحيد هتبقى عندي الوحيد هنا، وطبعا لو جه قال لي اشتغل على الماكس تيرم هشتغل على الاصفار اللي هي دي بس. بالكي ماب لما بنيجي نعمل ميرجنج، طبعا كل دي انترودكشن عن عشان قبل ما نبدا في الاسئله عشان خاطر دي حاجات تساعدنا. لو انا عندي تو فاريبلز ايه لا ايه، لو جه عندي وحايد ممكن اعمل لها ميرجنج ازاي؟ طبعا اللي انا بعمله ده هيتعكس في الاصفار لو كان قال لي اشتغل اصلا على الماكس تيرم. لو قال لي اشتغل على المين تيرم وكان الجريد بتاعت شكلها عامل زي كده، عندي واحدين وطبعا اللي فاضي ده هيبقى اصفار، يعني انا لو بركز على الوحايد فانا قصدي اللي باقي كده اصفار. لو عندي واحدين فهيبقى الاثنين دول هم اللي ميرجد مع بعض. لو عندي واحدين هنا ممكن يبقى في ميرجنج بالمنظر ده اللي هو فيرتيكال او هوريزونتال. ولو عندي أربع وحايد مع بعض ممكن أعمل لهم ميرجنج كلهم مع بعض.
تمام. طبعا لو في حالة ان انا عندي واحد والباقي كله صفار، انا مش هعرف امرج الواحد ده مع اي حاجة، فاضطر اخده هو كل هاخده هو لوحده، ده في حالة التو فاريبلز. فدي البوسيبل ميرجنج كيسز اللي في التو فاريبلز، يا اما واحد بس، يا اما اتنين فيرتيكال، يا اما اتنين هورزونتال، او الاربعة مع بعض. لما بيكون عندي ثلاثة فاريبلز اي وبي وسي، احتمال يبقى عندي واحد بس او واحدين، او طبعا كتير ممكن يبقى عندي ثلاثة او بس. الحاجات اللي بعمل لها ميرجنج مع بعض لو موجودة هي دي البوسيبل. يعني لو عندي ثلاث وحيد مش هينفع كومباين ثلاثة مع بعض. لو عندي واحد بس ممكن اشوف الريبريزنتيشن بتاعه. لو عندي واحدين مع بعض اشوفهم لو فيرتيكال، يعني دي ميرجنج بوسيبل، ميرجنج مقبول، وده لو فيرتيكال، وكذلك لو كان هوريزونتال. وبرضه لو عندي أربع وحايد جنب بعض، ممكن يبقوا هنا، ممكن يبقوا هنا، ممكن يبقوا في أي حتة، بس لو لقيت أربع وحايد بعمل لهم ميرجنج، لأن كل ما كترت النمبر في الوانز اللي مع بعض، كل ما قللت الإيه؟ البرزنتيشن في الآخر. طبعا ممكن لو عندي أربع وحايد كده أعمل لهم ميرجنج، لو عندي طبعا كتير الأربع وحايد دول ممكن يبقوا تحت برضه عادي، وهكذا. لو عندي أربعة جريد في البيزنت، أربعة فاريبلز A و B و C و D، ممكن يبقى عندي سيت اوف وانز كتيرة، بس لو أنا عندي واحد بس فده ما عنديش حل، يعني هو لازم أخده هو لوحده، ما كانش جنبه واحد. يعني لو عندي اتنين، نفس دي نفس الكيسز اللي موجودة في حالة ال 3 فاريبلز A لغاية هنا، برضه دي كلها هي نفس الكيسز هنا. طبعا الاربع وحيد ممكن يظهروا لي كده، ده هوريزونتال وده فيرتيكال، وارد. والاربع الاربعات دي برضو ممكن لو عندي 8 بعمل لهم كومباين مع بعض، احسن ما اعمل كومباين الاربعه وبعد كده اعمل كومباين الاربعه تانيين. كل ما بكومباين اكتر كل ما بقل عدد الترمز. طبعا لو عندي اربع وحيد في الكورنرز دي، طبعا بعمل لها ميرجنج مع بعض. وطبعا الاوبتيمال كيس طبعا ان لو جالي كلهم وحيد بعمل لهم ميرجن كلهم مع بعض. طبعا دي سيت اوف بوسيبل كيسز، في كيسز تانية بس دي الموست كومن يوزد. السؤال الشيت طبعا هنحل اسئله في السؤال الاولاني وهنحل اسئله في الشيت التاني. بالنسبه للسؤال سوري، هنحل اسئله تبع السؤال الأولاني ونحل أسئلة تبع السؤال الثالث. بالنسبة للسؤال الأولاني بيقول لي for the following boolean function if and its complement do the following. بأوبتمايز using الكيماب من خلال الـ يعني برودوس في الآخر اس او بي، وبستخدم الكيماب عشان ابرودوس في الآخر بي او اس. وطبعا التابلر دي مش هنستخدمها في المرة دي، هنعملها في المرة الجاية. وبعد كده عايز مني المين تيرم والماكس تيرم، وبعد كده ارسم اللوجيك دياجرام او اللوجيك سيركت باستخدام تو ديفرنت ميثودز. السؤال الاولاني ده طبعا في اجزاء كتيره، هنحل بس الاجزاء اللي هي A و C و H و M و Q، سوري دي Q و F و دبل F. بالنسبه ل 1.1 هو جايب لي ده الانبوت، ال F of A و B بتساوي ال summation of M of 1 و 2. لو انت عندك two variables فالفانكشن بتاعتي بتدي وحايد بس في حاله لما يكون عندي المين تيرم الواحد او الاثنين. طبعا لو عملت البرزنتيشن للمين تيرم دي بشكل الجريد هيبقى عندي طبعا ده 0 1 2 3، انا عندي two variables 0 1 2 3، فهحط وحايد عند واحد واثنين اللي هي هنا وهنا. تمام، مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني اريبريزنت الفانكشن دي. طبعا لو انا حطيت واحد هنا فهحط صفر هنا. مطلوب مني اريبريزنت الفانكشن دي باستخدام الكي ماب، يعني احط الفيل دي في جريد وفي الاخر اطلع الاس او بي، السمبلست اس او بي. بطلعها ازاي؟ بشوف انا الرقم اللي اسمه واحد ده ايه، يعني كان قيمة ايه عنده، قيمة الايه كانت بكام، كانت قيمة الايه بواحد.
طيب الواحد دي اتغيرت؟ لا ما اتغيرتش. طيب قيمة البي يعني السيل دي كانت قيمة الاي ثابتة وقيمة البي ثابتة. فلو انا اعمل لها ريبريزنتيشن على اساس ان انا مين تيرم، فبشوف الاي كانت واحد فين فبحطها اي زي ما هي، ولو كانت البي بزيرو بحطها بي نوت. فالسيل دي بريزنتها باي اند بي نوت، والسيل دي بعمل لها ريبريزنتيشن ب اي A not and B لأن B بواحد، تمام؟ فده هيبقى شكل ال K map في حالة ال SOP، إن أنا ببدأ أبص على البحايد بس وبشوف السيل دي إيه القيم اللي فضلت ثابتة ما اتغيرتش أثناء ما الواحد دي كانت موجودة. هتلاقي إن ال A هنا ما اتغيرتش وال 1 دي ما اتغيرتش. لو المثال ده واضح تمام، بس هو هيبقى واضح أكتر لما بيكون عندي كذا فرق، أكتر من 2 فرق. طيب لو عايز ريبريزنت الفانكشن دي ان ترمز اوف البي او اس، فابدا اركز على الاصفار واشوف الصفر ده كان قصاده كان ايه اللي ثابت. كان الاي ثابته والبي ثابته، بس الاي بصفر والبي بصفر. طبعا هيبقى اي نوت بي نوت، اي نوت بي نوت، طبعا لان انا اس او بي فبحط ما بينهم ايه اور اي نوت اور بي نوت. والسيل دي عبارة عن A B A or B، لأن A بواحد وال B بواحد A or B. وطبعا الريزلت بتاع الاتنين دول بعمل لهم AND لأن أنا S O B B O S. في السؤال طالب برضو ان انا بقول كل او بلست كل المين تيرمز. طبعا المين تيرمز يفضل ان انا بلست المين تيرمز اللي هي فيها وحيد، تمام؟ المين تيرم هي قيم الفانكشن اللي فيها وحيد. احنا اصلا كنا عرضناها هنا، فممكن ناخدها على طول يعني. كانت ال A نوت B وال A B نوت الاثنين دول. وطبعا لو كان الماكس تيرم فالماكس تيرم هي اللي عملناها هنا على طول، لو مش فاهمينها ممكن نجيبها من هنا على طول، ان القيم اللي كان فيها وحيد، القيم اللي كان فيها صفار. طبعا لو عايز ارسم، هو بيقول لي ارسم لي اللوجيك دايجرام باستخدام تو ديفرنت ميثودز. تو ديفرنت ميثودز دول انا جنرالي يعني الطرق اللي بستخدمها عشان خاطر ارسم اللوجيك دايجرام، يا اما برسمها من خلال الجبريك فورم او الاس او بي او البي او اس. فانا ما عنديش الجبريك فورم، انا عندي الاس او بي والبي او اس، فهرسم الفانكشن دي مره بالنسبه بال جيفن الاس او بي، ومره هرسمها جيفن البي او اس. فلو انا هرسمها جيفن ال اس او بي اي نوت بي و اي بي نوت، هنا عندي ال A، هاخد شرطة من ال A وهاخد شرطة سوري ايه دي لو انا بعمل بال S O B فيبقى عبارة عن AND وفي الآخر OR، OR واحدة. فهاخد لو انا عامل A نوت B هيبقى A نوت وادي B، اعمل لهم AND، ومره هيبقى ليه لوحدها والبي نوت، وهيبقى اند، والريزلت بتاعهم هيبقى اور. والعكس طبعا هيحصل هنا في الايه، في ال في لو انا بعمل بي او اس هيبقى بدل الاور هتبقى اند، وبدل الاند هتبقى اور. وهو اصلا قايل لي ان انا عندي اي بي اي بي واي نوت بي نوت، فهاخد شرطه من الاي وشرطه من البي واعمل لهم اور، وشرطه من الاي نوت وشرطه من البي نوت واعمل لهم ايه اور. الريزلت بتاعهم هو اللي عامل له اند، دي مره بالاس او بي ومره بالبي او اس. ده بالنسبه للسؤال الاولاني، او السؤال الاولاني ايه، السؤال الاولاني سي كان مديني الالجبريك فورم بتاع الفانكشن او الريبريزنتيشن بتاع الفانكشن، بيقول لي ان هي عباره عن تو فاريبلز فشكلها A نوت بي اور اي بي. طبعا في السؤال الاولاني لما كان جايب الفانكشن جايبها لي ان ترمز اوف المين تيرم، هنا جايبها لي ان ترمز اوف الالجبريك فورم. ده اللي انا كنت بتكلم عليه في الاول، ان انا ممكن البوليان فانكشن لما تيجي سوري
ممكن البوليان فانكشن لما تيجي. السؤال ممكن تجيل على اي الجبريك فورم او مين تيرم او ماكس تيرم. في ال 1.8 كانت جايه لي ان تيرمز وفي المين تيرم، وفي ال 1.6 كانت جايه لي على اي الجبريك فورم. فالمفروض ان انا ابقى عايزه اعرف في الاخر اتعامل مع كل الاشكال دي ازاي او كل الفورمز دي ازاي. مبدئيا لازم اعرف ازاي، يعني انا كنت هنا في المثال ده لما جالي المين تيرم، سوري، لما جالي المين تيرم الام 1 و2 عرفت افل الجريد ازاي باستخدام معلومه ان انا المين تيرم 1 و2. طيب لو انا جاي لي البوليان فانكشن على هيئه حاجه زي كده، افل الجريد ازاي؟ يعني ايه A نوت B ويعني ايه B؟ A B يعني طبعا واضح ان دي اور، يعني انا دلوقتي بيبقى الديفولت بتاع الايه هو وحيد. ف A B يعني شوف لي الاي كانت بواحد والبي كانت بواحد، حط لي مكانها مكان كل ده واحد. فالاي لما كانت بواحد والبي كانت بواحد حطيت واحد. طب هنا لما كانت الاي بزيرو والبي كانت بواحد حط لي واحد، لما كانت الاي بزيرو والبي كانت بواحد حط لي واحد. فاهمني ازاي باستخدام الالجبريك فورم بفل الجريد دي بشوف دي معناها ان لما كانت الاي بزيرو والبي بواحد حط لي في الحاجه اللي بتساتسفاي كونديشن ده واحد، وهنا لما كان الاي بواحد والبي بواحد حط لي واحد. انا بحط وحيد مكان ما الحاجه دي موجوده، ففي الاخر هتنتج لي الجريد بالمنظر ده. طبعا لو هنا وحيد فيبقى هنا صفر. عايزه الكي ماب بحيث ان انا ريبريزنت الريبريزنتيشن ان ترمز في الاس او بي، يعني هبص على الوحيد هعمل ايه؟ ابص انا على الوحيد دي قيم الايه كانت ثابته؟ لا، قيم الايه كانت متغيره، فمش هبص على الايه خالص. طيب ايه اللي كان ثابت في الوحيد دي؟ كانت قيمه البي، البي كانت ثابته وكانت بواحد، تمام؟ فهيبقى الريزلت اسمها بي مش بي نوت او اي بي. الايه مش هاخدها معايا خالص لان الايه متغيره، واحطها بي مش بي نوت لان البي هنا كانت قيمتها واحده والقيمه اللي ثابته كانت واحد، تمام؟ طبعا لو عايزه ابريزنت الكيمة باستخدام البي او اس هبص على الاصفار واشوف الاصفار دي كان ايه اللي ساب الاي كانت ثابته فيهم، الاي ما كانتش ثابته خالص، قيم الاي ما كانتش ثابته. وهنا كان قيم البي، قيمه البي كانت ثابته بس كانت بي بزيرو. طبعا البي لما تكون بزيرو في البي او اس بتبقى بي عادي مش بي نوت، خلاص. فالريبريزنتيشن بتاع الكي ماب الفانكشن ان ترمز اوف الكي ماب لو انا هعملها على هيئه الاس او بي هتبقى بي، عملتها على هيئه البي او اس هتبقى بي برضو، تمام. لو عايز اجيب المين تيرم هي الاماكن اللي فيها وحيد، المين تيرم هي الاماكن اللي فيها وحيد. المكان ده اللي هو فيه واحد، كانت الاي بكام والبي بكام؟ كانت الاي بزيرو والبي بواحد، يبقى ايه نوت بي، يبقى ايه نوت بي. طب هنا الواحد دي كانت الاب كام والبي بكام؟ كانت الاب واحد والبي واحد، يبقى اي بي، يبقى اي بي، تمام. طيب هو السكشن ده معتمد اعتماد كبير على الشيت اللي فات او السكشن اللي فات، ف يفضل طبعا قبل ما نخش على الشيت ده نكون عرفنا يعني ايه مين تيرم ويعني ايه ماكس تيرم، لان هو هنا انا بجيبها على طول بس مش بشرح فيها حاجه لان انا بفترض ان هي اتشرحت قبل كده. فتبقى عارف ايه هي المين تيرم وايه هي الماكس تيرم ويعني ايه السوبي والبي او اس، وتعرف ان الاس او بي بتريبريزنت الحاجه بوحيد زي المين تيرم، وهنا بتريبريزنت الترمز بصفار الديفولت بتاعها كان صفر. طيب المين تيرم الثاني هنا ولا انا كنت جبنا؟ طيب هنخش على الماكس تيرم. الماكس تيرم الاماكن اللي كان فيها صفار في الفانكشن، الاماكن اللي كان فيها صفار كانت دي. طب كانت الاي بكام والبي بكام؟ كانت الاي بصفر والبي بصفر، هيبقى اي بلس بي او اي اور بي لان الديفولت بتاعها زيرو، فيبقى اي اور بي. اي طيب الفانكشن كانت صفر برضو عند السيل دي، فالسيل دي كان فيها الاي بواحد والبي
بزيرو، ولان الديفولت بزيرو فاحط البيزا ما هي عادي، لكن الايه احطها بنوت. طيب ايه نوت اور بي؟ تمام. طبعا لما بنيجي نرسم الفانكشن هو سهل يعني، ممكن لو انت فهمت السؤال الاولاني فممكن ترسم بقى الفانكشن دي كلها عادي، هي كلها اند اور يعني ونوت. بالنسبة للسؤال 1 دوت اتش، او في السؤال الاولاني جايب لي الفانكشن ان ترمز في الماكسيم، ده طبعا ده شكل تاني كان الجبريك فورم او المين تيرم او الماكس او الماكسيم، جايب لي الانبوت فانكشن اصلا جاي لي جيفن الماكسيم، فبيقول لي ده معناه ايه يعني؟ ازاي اعمل الجريد بقى؟ يعني حط اصفار في الاماكن اللي هي 0 و1 و5 و6، 0 و1 2 0 و1 اهم، دي 2 3 4 5 6 7، فيبقى هنا 0 وهنا 0. طبعا الاماكن اللي فاضيه تبقى واحد. عايزه ابرزنت الفانكشن ده او اعمل لها اوبتمايزيشن بالكي ماب بحيث ان انا ابص على الوحيد بس، فهلاقي ان التو وانز دول هما اللي ممكن اعمل لهم ميرج، ودول برضو اللي ممكن اعمل لهم ميرج. طبعا لان دي وان لوحدها فلازم اسيبها لوحدها، مش مفيش اي طريقه ليها ان اعمل لها ميرج مع حد. بريبريزنت بقى ال 1 1 دي ازاي؟ بشوف لو انا دلوقتي ماسكه ال 2 1s دول، ايه هي القيم بتاعه ال A وال B وال C اللي كانت ثابته during كل ال 2 cells دول؟ لو انا ماسكه ال 2 cells دول هلاقي ان قيمه ال A كانت ثابته، بس كانت ايه؟ كانت نوت، صح؟ هيبقى ايه نوت؟ وايه هنا اللي كان ثابت تاني؟ ال B كانت واحد وواحد، فيبقى بي، يبقى ايه نوت بي اللي هي دي. بمسك ال 2 وانز دول واشوف ايه اللي كان ثابت فيها. طبعا قيم الايه ما كانش ثابت لان كانت مره صفر ومره واحد، فمش هبص لها خالص. طب كانت بالنسبه للبي سي اللي هي كانت ثابته خلال ال 2 سكويرز، فكان ثابته وبكام؟ ب 1 و1، يبقى بي سي لان الديفولت عندي بواحد، فبي سي بدها تبقى بي سي. طيب السيل دي بقى اكيد طبعا هعمل لها البرزنتيشن بالثلاثه فالوز الاي بي سي، لان هي ما فيش تغير عشان ابدا اشوف هي قيمه واحده، فاكيد هي الثلاثه ثابتين فيها، ما فيش اي تغير يعني. هنا كان لان كان في واحده هنا واحده هنا، كنت بشوف في تغير ولا لا، لكن هنا انا عندي سيل واحده فاكيد ما مش هيلحق يبقى في اي تغير، فاكيد القيم اللي قصادي هي اللي هاخدها على طول، فالاي هاخدها زي ما هي لانها واحد، والقيمه اللي لما دي اللي هي بي سي هاخدها بالنوت لان هي 0 0، فيبقى A B نوت C نوت. تمام، دي البوزيشن بتاع الكيماب ب ك اس او بي. لو عايزاها ك بي او اس هبدا ابص على الاصفار، ابدا ابص على الاصفار فالاقي ان انا عندي هنا صفرين، وممكن اخد الصفرين دول برضو مع بعض وده هيفضل صفر لوحده خلاص. فعايزه ريبريزنت الصفرين دول، بشوف الصفرين دول كان ايه القيم اللي ثابته في الاي والبي والسي، خلال الصفرين دول كانت الاي ثابته، بس هتبقى احنا دلوقتي في البي او اس هيبقى الديفولت زيرو هتبقى اي. تمام، اي اور ايه بقى اللي ثابت تاني؟ هلاقيها البي، هيبقى اي اور بي. تمام، يبقى اي اور بي كل ترم هحطه اي اور بي، وفي النص ما بينهم نوت سوري اند. طيب الصفرين دول، الصفرين دول طبعا قيمة الـ A كانت متغيرة لأن أنا كنت هنا وبقيت هنا فكانت صفر واحد، فما فيش مش هكونسيدر الـ A، لكن هنا كانت قيمة الـ B والـ C كانوا ثابتين لأن هنا كانت الـ B والـ C بصفر واحد، وهنا كانت الـ B والـ C بصفر واحد، فأحط الصفر والواحد، بس الديفولت عندي كان صفر فأحط B C نوت، يبقى B C نوت. تمام؟ بالنسبه للسيل دي، السيل طبعا دي اتفقنا ان هي لو موجوده سيل لوحدها فباخد الثلاثه فاريبلز بتوعي او الفاريبلز اللي موجوده في الجريد كلها. A B C اخد ال A بالنوت لان هي قصادها هنا بواحد، واخد ال B بالنوت لانها واحد، واخد ال C يبقى A نوت اور B نوت اور C. تمام كده، دي شكل ريبريزنتيشن ك بي او اس. لو عايزين المين تيرمز، فالمين تيرمز هي الأماكن بتاع الفانكشن اللي فيها وحيد، صفر واحد
اتنين تلاتة، هيبقى عندي المين ترم اتنين وتلاتة، أربعة والمين ترم أربعة، خمسة ستة سبعة والمين ترم سبعة. هو بس هو اتنين تلاتة أربعة سبعة، تمام؟ والعكس طبعا اتنين تلاتة أربعة سبعة، ده يبقى صفر واحد خمسة ستة اللي فاضل. عايز اعمل البرزنتيشن طبعا باي ديفولت، بس عايز تبرزنت الواحد ده احط اي بي سي، اي بي سي كلهم احط لهم اي بي سي، وبعد كده ابدا اشوف مين اللي احط له نوت ومين اللي ما احطلوش. هيبقى المين ترم الثاني اي بي سي، والمين ترم الثالث اي بي سي، والرابع اي بي سي، والسابع اي بي سي، تمام؟ بعد كده ابدا اشوف مين اللي احط لهم نوت. دي الواحد دي كانت ايه القيم اللي كانت بوحيد؟ كانت البي سي بوحيد، بس اللي كانت بزيرو احط نوت عند الايه، احط نوت عند الزيرو، هتنتج لي المين ترم ده. طب المين ترم اتنين، المين ترم اتنين كان مين اللي بصفر ومين اللي بواحد؟ كانت الاي كانت بنوت والسي كانت بنوت، هيبقى اي نوت بي سي نوت. دي هيبقى كده انا خلصت الاتنين دول. دي هتبقى المين ترم الرابع، عبارة عن الاي ما فيهاش اي نوت، والبي البي عليها نوت والسي عليها نوت، فيبقى بي نوت سي نوت. طيب دي ده السابع، هيبقى ال A زي ما هي والبي زي ما هي والسي زي ما هي، A B C، تمام كده؟ طب عايزة أربزنت الماكس تيرم، عشان أربزنت الماكس تيرم بحط A or B or C، 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 وبعد كده ببدأ أشوف أحط النوت فين، تمام؟ بالنسبة للصفر ده أنا مش هحط أي نوت لأنهم كلهم صفار والديفولت عندي صفر، فهسيب دي تبقى المين تيرم زيرو. المين تيرم واحد عندي صفر وصفر وواحد، فالسي هتبقى هي اللي نط، هيبقى A B C، سي هي اللي على نط، ودي ال A على نط وال C على نط، ال A على نط وال C على نط، وهنا هتبقى ال A على نط وال B على نط، ال A على نط وال B على نط، تمام؟ فده كان حل السؤال الثاني، هو بارت اتش في السؤال الأولاني. هو لو نلاحظ هنلاقي ان ما يعني كبراكتس اكتر، بس ان ده كان 2 variables وده 3 variables. كل ما نحل اكتر كل ما يجي لنا possible merging اكتر، ونبراكتس اكتر نعرف انهي واحد بيطلع اقل ترم، اقل number of letters. لو انا عندي الفانكشن دي، ده السؤال 1.m، وعندي الفانكشن دي جايبها لي على هيئه الجبريك فورم، خلاص كده خدنا الجبريك فورم دي مره اللي هي السؤال الاولاني. عايزين نفيل الجريد جيفن الفورم دي او الجبريك فورم دي. فبيقول لي شوف الاي كانت بواحد والبي كانت بواحد، الحاجه اللي بتساتسفاي دي حط لي فيها واحد. كانت الاي كانت بواحد هنا، الصف ده كله كان بواحد، الصف ده كله الاي بواحد. فين في الاماكن دي اللي كانت فيها البي واحد؟ البي كانت بواحد هنا وهنا، يبقى احط واحد هنا وواحد هنا، تمام كده؟ هاجي عند الاي بي سي والاي نوت والسي نوت، فين الاماكن اللي فيها الاي بزيرو؟ الصف ده كله. طيب فين الاماكن اللي في الصف ده كله فيها البي بواحد؟ الاماكن دي. فين في الاماكن دي لسه مش هنحط، فين في الاماكن دي كان عندي السي بزيرو اللي هي دي، فالمفروض احط واحد هنا، تمام؟ دلوقتي حطيت واحد هنا واحد هنا واحد هنا، فاضل البي سي. ايه هي الاماكن اللي فيها البي بواحد والسي بواحد؟ البي بواحد والسي بواحد اهي، احط هنا واحط هنا، لو ما كانش جه قبل كده فاحط واحد هنا واحد هنا، بس هو اصلا الواحد جت قبل كده، فتكون لي في الاخر الاربعه وانز دي. طيب طبعا احنا كنا اتفقنا ان انا ممكن اكومباين اربعه وانز، ممكن اعملهم الاثنين دول مع بعض، طبعا هوريزونتال او فيرتيكال، و بس يفضل ان انا اعمل الاربعه مع بعض. لو جربتوا تعملوا اثنين واثنين هتلاقوا ان الفورم الترمز اللي هتطلع لكم هتبقى اكبر من الترم ده، ممكن مثلا اي بي زائد بي سي كده، لكن تو ترمز يعني، لكن هنا هيطلع لي ترم واحد. خلينا نشوف البي دي جت منين. انا عايزه اربريزنت الجريد دي
يعني اخد كل الوحيد، اشوف كل الوحيد وريبريزنتها ك اس او بي. اعملها ازاي؟ بشوف انا دلوقتي لما انا كنت ماسكه الاربعه دول قيم الواحد كانت عامله ازاي، قيم الواحد قيم الايه قصدي، كانت قيم الايه متغيره فمش هينفع اخد الايه معايا. طيب كان ايه اللي ثابت في الاربعه دول؟ هلاقي بالنسبه للبي، البي كانت هنا واحد وهنا واحد في ده وده وده وده، فالبي معايا. طب الزي كانت واحد هنا وصفر هنا فمش هينفع اخدها، فاخد البي. فيبقى الـ representation لو خدت الوحدات كلها تبقى الـ result B. طيب لو بصيت على الأصفار بس، أعمل tracing برضو ألاقي هنا عندي أربعة أصفار، قيمة الـ A كانت متغيرة لأن أنا عندي مشيت من صف لصف، فكانت صفر وواحد فالـ A مش هيبقى معايا. طيب إيه هنا اللي كان ثابت؟ كان قيمة الـ B هتلاقي هنا صفر وهنا صفر فالـ B معايا، والسي ما كانتش معايا لانها صفر وواحد، فاخد البي واخدها بالبي ولا بالبي نوت، هاخدها بي لان الديفولت فيه الاي بي او اس بصفر. فيبقى عندي اف اوف اي وبي وسي كانت بي. تمام. لو عايزه ابريزنت المين تيرمز، فالمين تيرمز عندي اربعه اللي هو صفر واحد اثنين وثلاثه وسته وسبعه، فالمين تيرمز عندي اثنين وثلاثه وسته وسبعه، واكيد طبعا الماكس تيرم هيبقى صفر وواحد وخمسه واربعه. تمام. عايزه ابريزنت المين ترم بحط اي بي سي اي بي سي اي بي سي اي بي سي اربعه اي بي سي، وبعد كده اشوف احط النوت فين. الاقي هنا الاي كانت، ما المفروض اقول وهكذا يعني عشان اسرع، بس مش مشكله يعني خلينا نعملها واحده واحده. ال 1 دي الوان دي كانت الاي بزيرو فحطها بنوت، والاي هي والوان هنا كانت بايه، والبي والسي كان بوان وان، فيبقى البي سي ما عليهمش نوت والاي هي اللي على نوت، فده الترم الاولاني. الترم ده اي بي سي اي بي سي ده ام 3. طب ام 2 لو عايزه ابريزنت ده، كان عندي الاي بصفر فهحط نوت هنا، والسي كانت بصفر فهحط ايه نوت هنا، فيبقى ايه نوت والسي نوت والبي زي ما هي، ايه نوت بي سي نوت، ده الام 2 وهكذا. تمام. عايزين نخش على الجريد دي وعايزين نبريزنت الماكس تيرم، يبقى عندي A بلس B بلس C، A بلس B بلس C الأربعة، وبعد كده أشوف فين الأماكن اللي هحط فيها، فين الأماكن اللي هحط فيها السي، الأماكن اللي هحط فيها نوت. هلاقي هنا طبعا الديفولت بتاعي زيرو، فعندي هنا زيرو زيرو زيرو، فيبقى الأماكن دي A B C. طب ده زيرو زيرو واحد يبقى مكان السي هيبقى نوت، فهحط هنا نوت. هنا واحد زيرو زيرو فيبقى مكان الـ A بنوت فيبقى نوت. هنا زيرو زيرو واحد فيبقى مكان الـ A والـ C نوت، يبقى A نوت C و B C نوت. تمام. ده بالنسبة للسؤال ده. السؤال ده بيربريزنت اللي عندي أربعة variables، كان عندي اتنين variables تلاتة variables وده أربعة، وعمل representation للمين ترم والماكس ترم والجريد والالجبريك فورم. دي المين ترم، فعايزين نحط وحايد اماكن في اماكن الصفر الاماكن دي. طيب طبعا لو انا عندي اربعه فاريبلز فالجريد بتاعتي عباره عن 16 4 في 4، واحط الفاريبل بتاعت A B C بنفس الترتيب A B C D، يبقى A B C D ما ينفعش عكس، ما ينفعش الخبط باي شكل من الاشكال. A B C D واحط كل البوسبل فاليوز بتاع الكومبينيشنز A و B، بس اخلف هنا عشان الادجسنسي واخلف هنا برضه عشان الادجسنسي، بس 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0. عايزه افل احط اماكن في الجريد دي لان ده من ترم، في الاماكن اللي هي 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4، فيبقى عندي 0 0 1 2 3 4 لغايه هنا تمام، 6 دي 4 5 6 7 فحط واحد هنا، 8 9 احنا خلصنا ده، فالتمانية تبدأ من تمانية تسعة عشر حداشر، تمانية تسعة عشر معايا دول كلهم، يبقى تمانية تسعة عشر حداشر. اوكي.
عايزه اعمل ميرجنج، فطبعا اتفقنا ان نبصوا بالميرجنج ان ممكن اميرج الاربعه دول مع بعض والاربعه دول مع بعض كده، دي سهله قوي. بعد كده هيبقى لي الواحد ده ما عملتلوش ميرجنج، والواحد ده والواحد ده ما عملتلوش ميرجنج. انا ممكن اعمل الواحد ده مع الواحد ده خلاص. بس ك ك في يعني لو هنلاحظ يعني ان انت لما كل ما تمرج مع عدد اعداد اكتر كل ما يبقى افضل، تمام؟ فلو انا فانا ممكن اعمل ميرج الواحد ده مع الواحد ده وده مع ده، يبقى الاثنين دول adjacent مع بعض، الاثنين دول الاثنين دول، تمام؟ وابدا اشوف الريبرزنتيشن عامل ازاي. واحده واحده مبدئيا، انت لو عندك الشكل ده كده فقيمه السي والدي متغيره خلالهم كلهم، واللي ثابت بس هو الاي والبي، تمام؟ فهحط اي بي هنا، هيبقى اي بي وهنا هيبقى اي بي، يبقى عندي اي بي واي بي. بس الاختلاف هل هو اي بي ولا اي نوت ولا بي نوت، مين اللي هيبقى نوت؟ على حسب قيم الاي والبي. الاي والبي هنا 0 0 هيبقى اي نوت بي نوت، دي اي نوت بي نوت. طب دي اي بي نوت، هيبقى اي بي نوت لان دي يعني كان بزيرو خلاص. فدي مخلص خلصنا منها ودي خلصنا منها. طيب الاثنين دول والاثنين دول، ابص على الاي والبي، هل في قيمه ليهم كانت ثابته خلالهم هما الاثنين؟ كان كان الاي بس اي نوت، اي كانت زيرو وده زيرو، فهيبقى ايه؟ اي نوت. طيب بالنسبه للسي والدي، السي والدي كان زيرو زيرو و1 زيرو، فاللي ثابت الزيرو زيرو اللي هو الدي، احطها دي بس دي نوت لان ده زيرو خلاص. تاني عشان بزنت الاثنين دول مع بعض، الاثنين دول مع بعض بشوف قيم الاي والبي هنا اللي ثابت، هلاقي ان الاي هي اللي ثابته بس بزيرو زيرو وزيرو، بحطها اي نوت. وهنا كان اللي ثابت كان كان هنا زيرو زيرو هنا 1 و0، فاللي ثابت دي. يبقى دي نوت. ده لو انا عايز ابريزنت الحاجه دي الالجبريك فورم بان انا ببص على الوحايد. لو بصيت على الوحايد ده هيبقى شكل الريزلت بتاع الكمال. لو بصيت على الاصفار هلاقي عندي ان انا عندي الاربعه دول مع بعض فاخدهم مع بعض، تمام؟ طبعا كان ممكن هيبقى الف الاخر الاثنين دول كان ممكن اخدهم مع بعض وعادي، بس طبعا نحط في دماغنا ان كل ما عملت كومبانيشن لعدد اكبر، طبعا 2 4 8 مع بعض مش اي رقم يعني، مش 2 و3، كل ما عملت كومبانيشن لعدد اكبر مع بعض كل ما الترم بتاعي طلع صغير. بدل ما كومباين الاثنين اللي فاضيين دول مع بعض اكومباينهم مع اربعه جنبه، مع اثنين تانيين جنبه، يبقى اربعه. عايزين ابريزنت دي مع دي، دي كلها مبدئيا كده طالما هي هوريزونتال يبقى السي دي ايه متغيره، فانا عندي الاي والبي هي اللي ثابته فيبقى اي بي لان هي سوري احنا دلوقتي بي او اس، فالاي بي الديفولت بتاعها زيرو، يبقى اي بي هتبقى اي نوت اور بي نوت، اي نوت اور بي نوت خلاص. والاربعه دول هنبص على الاي والبي، ايه اللي ثابت؟ هلاقيها البي، ولانها واحد يبقى بي نوت، وهنا ايه اللي ثابت؟ الواحد وواحد. فيبقى الدي بس هتبقى دي نوت، هيبقى بي نوت دي نوت. طبعا من ترم يعني عشان هما بس كتير، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وطبعا اللي باقي هيبقى 6، ف10 كتير قوي يعني. فممكن انتوا تليست كل المين تيرمز اللي ليها قيم واحد، وانا تليست كل الماكس تيرمز اللي ليها قيم زيرو، ان دول هيبقوا 6 ودول هيبقوا 10 لان اصلا التوتال 16. طبعا اتفقنا عشان اليست المين تيرم بروح قايله A B C D A B C D A B C D A B C D وهكذا كل العشرة A B C D، وبعدين ابقى احط اماكن النوت بعدين خلاص. وهنا لو عايز ابريزنت الماكس تيرم بحط A or هنا A or B or C or D للستة. انا عندي الماكس تيرم 6 A or B or C or D. وبعد كده اشوف النوت موجودة فين، والديفولت هنا القيمة بواحد والديفولت هنا القيمة بزيرو. يعني لو القيمة بتاعت الـ A كانت بواحد بحطها زي ما هي، لكن لو كانت بزيرو بحطها نوت. وهنا لو كانت قيمة الـ variable ده كان بزيرو بحطه عادي، لكن لما بحطه لما بيكون واحد بحطه نوت.